بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة هذه هناخذ البرنامج الثاني، إحدى الأدوات نستخدم فيها إحدى الأدوات اللي هي في التول بوكس، إنشاء برنامج جديد. طبعا زي ما خذينا في المحاضرتين الماضيات، ننشئ برنامج جديد نسميه أي تسمية أي اسم، نضغط أوكي يفتح لي الواجهة اللي نحرر فيها، واجهة المستخدم. هذا الفورم اللي نتحكم فيه، نضيف له الأدوات ونزيل الأدوات. اليوم في المحاضرة هذه حناخذ بعض العمليات الحسابية، كيفية جمع عددين، كيفية طرح عددين باستخدام، حنستخدم تكست بوكس. شوف وظيفة التكست بوكس في الإدخال وفي الإخراج، في إدخال البيانات وفي إخراج البيانات. طبعا حنحتاج إلى 3 تكست بوكس. هذا عندي تكست بوكس 1، تكست بوكس 1 نضيفه 2 أخرى اللي هن إذا تكست بوكس 2 وتكست بوكس 3. نقدر ندير الناسخ لاصق نفس الشيء، هذا قاعد تكست بوكس 2 وأيضا هذا تكست بوكس 3. يعني فالعملية اللي نحن نسخ البرنامج اللي حنكبوه نحتاجه إلى 3 تكست بوكس، حنحتاجه إلى بوتيم أزرار، هنضيفه مجموعة أزرار. مثلا نضيفه الزر هذا اللي هو مثلا بندير بيه عملية لما نعطيه أمر للزر ينفذ لي البرنامج البوتين. مثلا بنديره مثلا أول شيء عملية مثلا جمع، تمام. بينما نضغط على الزر هذا وندخل قيمتين هنا يعطيني ناتج في التكست بوكس 3. تكست بوكس 1 هذا حنستخدمه في البرمجة، جوا في كتابة السطر البرمجي اللي هو تكست بوكس 1 اللي هو هذا، تكست بوكس 2 هذا، وهذا عندي تكست بوكس 3، تمام. أول شيء نبي ندير مثلا عملية جمع، نبي ندخل لما ندخل هنا عدد وهنا عدد يعطيني الناتج في التكست بوكس 3. يعني ندخل عددين حيجمعها لي ويعطيني الناتج هنا. أنا بندير عملية جمع، نضغط دبل كليك على الزر البوتن ونكتب فيه الأمر، الأمر اللي هو شنو بندير؟ بندير بنقول له تكست بوكس 3، تكست بوكس 3 هذه دوت تكست، يعني دوت تكست، تكست بوكس 3 دوت تكست تكست بوكس 3 دوت تكست تساوي. شو تساوي؟ تساوي قلت له تكست بوكس 3 اللي هي شو تساوي؟ تساوي هذه اللي هي تكست بوكس 1 زائد تكست بوكس 2. نكتبها نقول له تساوي text box 1 dot text زائد text box 2 dot text، نضغط انتر. واضح، نبي نجمع عددين نبي يعطيني الناتج في التكست بوكس 3 اللي هي في الخانة هذه اللي هي التكست بوكس 3. فعشان درنا شنو قلت له؟ قلت له تكست بوكس 1 شنو تساوي؟ تكست بوكس 2 عفوا تكست بوكس 3 تساوي حاصل جمع هذين التكست بوكس 1 والتكست بوكس 2 اللي هي حاصل جمع المربعين هذين، الخانتين مربعين النصين هذين. فهيك ننفذ. طبعا عندي شيء ناقص هنا عشان نفهمه مع بعضنا.
شوف مثلا ندخل انا قيمة نقول له 5 زائد 5، المفروض لما ندير جمع المفروض يعطيني الناتج 10، بس شوف عطاني 55. فهنا ليش؟ لأن البرنامج قرأ الرقم هذا قرأه كنص، مجمعش قرأه كنص ما قرأهش كرقم، فما عرفش يجمع. فهنستخدم هنا هندخل الكونفيرت اللي هي الصيغة هذه، الأمر هذا الكونفيرت اللي هو حيغير لي الأمر هذا، يغير علشان يقرأ التكست بوكس 1 هذا يقرأه كرقم لما ندير الأمر CDPL، هو هذا أمر الكونفيرت تغيير. حط هذين بين قوسين، تمام هيك. الآن المفروض يقرأه كرقم، فيجمعهن مع بعض، قول له 2 3 زائد 2، هيجمع يعطيني الناتج 5، يعني تو قراه كرقم وجمعهن مع بعض. 15 زائد 2 مثلا يعطيني 17، هيك يعرف ينفذ الأمر مظبوط. هذه طريقة عملية سهلة، عملية جمع عددين. بنفس الطريقة نقدر نديرها الناقص والضرب والقسمة بنفس الطريقة. مثلا نضيف قوتين ثاني، زر ثاني وزر ثالث وزر رابع. طارح نغيره من هنا من التكست، الكتابة اللي على الزر، الضرب وهذه القسمة. نجي نكتبه في الطارح، هنا نبي نطرح عددين. نفس الصيغة بنفس الطريقة، يعني نقدر ندير لها نسخ نسخ لصق بيست، فقط نغير العلامة اللي هي من الزايد نغيروها للناقص. لما نجي ننفذ نفس الطريقة بالضبط، مثلا 5 ناقص 3، لما نقول له طارح يعطيني العدد 2، 5 ناقص 3 تساوي 2، لو زرين الجمع يعطيني الناتج 8 يتغير. بنفس الطريقة نديروها للضرب والقسم. الضرب نفس الشيء، والقسمة نفس الشيء. نضيف عبارة عن غير علامة إلى علامة القسمة. لما نجي ننفذ البرنامج، 6 3 6 ضرب 3 يعطيني ناتج 18، 6 تقسيم 3 يعطيني ناتج 2، و6 زائد 3 9، 6 ناقص 3 3. فهيك نفذ لي جميع العمليات اللي هن الضرب والطرح والقسمة والجمع. هذه باختصار العمليات الحسابية، بعض العمليات الحسابية استخدمنا فيها التكست بوكس والبوتن.